شهد معالي الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس الجمارك ملتقى فكر التدريبي الأول تحت عنوان رعاية الجيل القادم من خلال تعزيز ثقافة المعرفة والفخر المهني للجمارك، الذي عقدته شؤون الجمارك بحضور عدد من ضباط وزارة الداخلية وبمشاركة 100 موظف من مختلف الإدارات بالوزارة. وأكد معالي رئيس الجمارك بأن الملتقى يأتي تطبيقا لمبادرات الهدف الاستراتيجي الأول من استراتيجية شؤون الجمارك 2021-2024 موائمة الخطط والبرامج مع برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 وسياسات منظمة الجمارك العالمية، بالإضافة إلى أهمية تعزيز التعاون البناء والمستمر بين الجهات المعنية. وأشار معاليه إلى أن شؤون الجمارك تؤمن بالكادر البشري الذي يعد الركيزة الأساسية في العمل الجمركي، حيث أنها تعمل على الاستثمار في العنصر البشري من خلال تزويده بالمعارف والمهارات اللازمة وتنمية قدراته من أجل رفع مستوى كفاءته وتحسين أدائه. وفي ختام الملتقى كرم معالي رئيس الجمارك الجهات الداعمة لإدارة التدريب والتطوير بشؤون الجمارك، الإدارة العامة بوزارة الداخلية والأكاديمية الملكية للشرطة ورئاسة الأمن العام على المساهمة في إعداد الموازنات البشرية والمالية للهيكل التنظيمي لشؤون الجمارك ونظام الراصد وإعداد المسار الوظيفي الجمركي والتدقيق اللغوي في إصدارات معهد التدريب الجمركي وتزويد إدارة التدريب والتطوير بالنظام الإلكتروني، بالإضافة إلى تكريم الحاصلين على الشهادة الاحترافية لقياس العائد من الاستثمار من إدارة التدريب والتطوير بشؤون الجمارك. بدي أتقدم بجد للشكر والتقدير لمعالي الشيخ أحمد رئيس جمارك على ما حظينا به من تكريم من قبل معالي، ونحن الحقيقة فخورون بالعلاقة والتعاون الخاصة من خلال إدارة التدريب، ونتطلع إلى مزيد من التعاون إن شاء الله في المستقبل. ارتأت شؤون الجمارك بعمل ملتقى، ملتقى سمته بفكر، بيكون ملتقى سنوي عبارة عن هذه السنة يحمل عنوان اللي هو الجيل القادم وزيادة المعرفة والوعي لدى الجيل والفخر في الإجراءات والعمليات الجمركية والعمل المهني الجمركي. ومن خلاله الحمد لله استضافنا الخبير الجمركي جاك فيليبس، وهو خبير في قياس العائد، واليوم بين لنا بشكل مختصر النظرية اللي قامت شؤون الجمارك ولله الحمد في تنفيذها في عملية قياس العائد للدورات الجمركية اللي تقدمها واللي راح تقدمها في المستقبل. حبيت أوضح أن حصولنا على الشهادة الاحترافية لقياس العائد من التدريب أتى ضمن سعي شؤون الجمارك في بناء الكادر البشري واللي يعتبر من أولويات شؤون الجمارك في تحسين الأداء وتطوير قدرات وكفاءات موظفي شؤون الجمارك، حيث قامت إدارة التدريب والتطوير باعتماد أحدث المنهجيات لضمان جودة التعلم وإعادة هندسة الخدمات اللي توفرها الإدارة لكافة منتسبي شؤون الجمارك، حيث تتميز الخطط التدريبية والتطويرية بارتباطها بالخطط الاستراتيجية للمؤسسة ومواكبتها لأحدث المنهجيات ووسائل التعلم الحديثة والتكنولوجية.